Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Das ist die erste Lektion, Lektion 1. Hallo. Nesma ma baad el video da. يلا ونعرف مع بعض الفيديو ده كان بيتكلم عن ايه. اول حاجة هنا اتنين بيقولوا لبعض هلو، بيسلموا على بعض عادي. تاني حاجة هنا هلو برضو، جوتن مورجن يعني جود مورنينج، جوتن اخت، جود نايت، شلاف جود يعني نام كويس، زي هابي دريمز كده. أول حاجة هنا غوز ديش، غوز ديش يعني بنسلم على اللي قدامنا، زي هالو كده بس دي بصيغة تانية. غوز ديش هنا احنا عايزين نتعرف على الشخص اللي قدامنا، هنقول له في هايز تو، في هايز تو يعني اسمك ايه، أو ودا في هايسن زي، في هايسن زي اسم حضرتك إيه. هنا لو إحنا بنتكلم في الهوفلشكايت، الهوفلشكايت اللي هي صيغة الاحترام، صيغة الاحترام دي بنتعامل بيها مع الفراو بتاعتنا أو الهير بتاعنا أو شخص أكبر مننا أو شخص إحنا مش متعودين نتعامل معاه عادي، لازم نتعامل معاه فورمال. فبنقول له في هايسن زي اسم حضرتك إيه. تعالوا مع بعض نعرف البيرسونال برونومين اللي هي الضمائر الشخصية. إيش، أي، دو، يو، إير، هي، زي يعني شي، إز يعني إت. بس هنا إت عندنا مختلفة شوية عن الإنجليش. إت إس هنا بمعنى إس بمعنى نيوترال. النيوترال ده اللي هو ينفع ولد أو بنت، محايد أو عادي أو حاجة غير عاقل، يعني ينفع أي حاجة. محايد نيوترال. أوكي تعالوا نعرف مع بعض verb sein و verb heißen. verb sein يعني to be، verb sein اللي هو to be. كل verb عندنا ليه تصريف مع البيرسونال برونوم. إيش بتاخد بين، دو بتاخد بست، إر إست، زي إست، is is. هنا عندنا verb sein ده in regelmäßig، الفيرب ده غير منتظم، بيحصل فيه تغيرات غير بقية الفيربات، فلازم طبعا نحفظه زي ما هو. عندنا verb heißen اللي هو to call، يسمى، برضو التصريفات بتاعته ich heiße، du heißt، er heißt، sie heißt، is heißt. برضو عندنا الفيرب ده in regelmäßig غير منتظم، بيحصل فيه تغيرات برضو، بتحصل مش بتحصل في بقية الأفعال التانية، فيتحفظ برضو زي ما هو. عندنا في أول فوتو عندنا hello we heißt du، هنا زي ما قلنا قبل كده we heißt du يعني اسمك ايه. ردت عليه وقالت له hello ich heiße Gabi we heißt du، وانت انا اسمي Gabi، انت اسمك ايه؟ اول حاجة عندنا هنا احنا عايزين نتعرف على الشخص، في شخص قدامنا احنا مش عارفين هو مين اصلا، عايزين نعرف مين الشخص ده. هنقول له ايه؟ هالو wer bist du، من تكون. هو الشخص ده هيرد هيقول ich bin كذا. اوكي تاني حاجة عندنا زي ما قلنا wie heißt du، اسمك ايه، ich heiße كذا. نيجي للكونفرساسيون اللي في الليكتيون بتاعنا. اول فوتو هنا الولد بيقول لها hallo ich heiße Stefan wie heißt du، انا اسمي ستيفان انت اسمك ايه. هنا ردت عليه قالت له غوص ديش،
Ich bin Tina. Wer bist du? Anna Tina, انت مين؟ هنا عندنا الكاتسة قالت مياو مياو. Und ich heiße Mozi. نيجي عندنا هنا موجود هنا غوسن. غوسن دي اللي هي التحية اللي بنحيي بها الأشخاص اللي قدامنا. أول حاجة هالو زي ما قلنا بنرحب باللي قدامنا، أو غوس غوس ديش اللي هي برضو هالو زي هالو كده. هنا فراغن، فراغن يعني بنسأل. بنسأل بإيه بقى؟ بنسأل عندنا اتنين أداة استفهام، فيا وفي. فيا وفي، فيا بمعنى من، في بمعنى كيف أو ما. أول واحدة فيا بيست دو، إس أنت مين. تاني واحدة في هايست دو، اسمك إيه. أوكي عندنا اللي بعدها زيش فورشتيلم، يعني هنعرف إن كل واحد بيعرف نفسه. هنا تينا أول حاجة قالت إش بين، هتقول إش بين تينا. شتيفن قال إش هايس شتيفن. نيجي هنا اللي بعدها، عندنا هنا زي ما قلنا عندنا فيرب هايسن وفيرب زاين. إش هايس دو هايس، إش بين دو بيست. نيجي هنا عندنا الفراكت أند أنتفورتت، هنا السؤال والإجابة. إيش هايس توبياس، في هايس تو، اسمك. أنا اسمي توبياس، أنت اسمك إيه؟ إيش هايس ماركوس، في هايس دو، وأنت اسمك إيه؟ إيش بين أندريا، في بيس تو، وين اسمك إيه؟ من تكون؟ إيش بين هيلينا، فيا بيس دو، هايس تو دو، أو ناين، إيش هايس ماركوس؟ لا أنا اسمي ماركوس. هنا بيسألوا اسمك كذا، قال له لا أنا هنا. هنا عندنا ليه قلنا ناين؟ لأن إحنا عندنا حاجة اسمها في الدويتش يا ودا ناين فراغ، اللي هي yes or no question. yes or no question بنجاوب بناين ودا يا. فهنا مرة قال ناين إيش هايسة ماركوس، ومرة يا إيش هايسة أوا. هايسة دو مونيكا، برضو نفس الكلام هنقول يا إما يا إيش هايسة مونيكا، ودا نا نا ناين إيش هايسة ماركوس. نيجي عندنا اللي بعدها، هنا هنعمل بيقولي نعمل فور ميتشن، نعمل فور يونجن، مخ زفاي لست. هنعمل هنا زفاي لست يعني لستتين بأسامي البن، واحدة بأسامي الميتشن اللي هي البنات، واحدة باليونجن اللي هي الولاد. نيجي عندنا هنا الديت سالن، الديت سالن اللي هي الأرقام. هنعرف مع بعض الأرقام، نتفرج على الفيديو ده. هنا سمعنا مع بعض الديتسالن الأرقام، يلا نسمعهم تاني بالراحة مع بعض. أول حاجة عندنا نول اللي هو الزيرو، أينس، وان، زفاي، تو، دراي، ثري، فيا اللي هي فور، فنف اللي هي فايف، زكس، سيكس، زيبن، سيفن، أخت، إيت، ناين، nine, ten, ten, elf, eleven, twelve, اللي هي twelve. نكمل بقية الديتسالن. عندنا حاجة مهمة لازم نعرف الديتسالن،
من أول لغاية سين الأرقام بتتكرر. بناخد أول يعني عندنا هنا نومة دغاي دغاي، بنقول دغاي ونحط جنبها تسين اللي هي تسين نومة تسين، بس كله نفس الكلام. هنا أول حاجة دغاي تسين فيا تسين فيا وحطينا جنبها تسين، فن في تسين برضو فن وحطينا جنبها تسين، زش تسين شلنا ايه بقى هنا في زش، شلنا الاس وبقت زش تسين، مش زكس تسين، لا زش تسين. اوكي نفس الكلام في زيب تسين، شلنا الاي ان وسبناها زيب تسين مش زيبن تسين، يبقى زيب تسين. اوكي في الزش تسين والزيب تسين بس هما اللي بيحصل فيهم تغيير. عندنا هنا اخت تسين اخت وحطينا جنبها تسين، نوين تسين زفانزش 20 يعني زفانزش. اوكي هنا عندنا كونفرزاسيون، يلا نقرا الكونفرزاسيون مع بعض. تينا في الت بيستو، هنا احنا عايزين نعرف سن بعض، عايزين نعرف كل واحد مننا عنده كام سنه. هنا الفراو سالت تينا في الت بيستو هاو اولد ار يو، تينا قالت لها اشبين لغايه سن. اوكي هي ودلوقتي الفراو عايزه تسال ستيفن اون دو ستيفن، ستيفن قال اشبين 11. هنا عندنا في الت بيستو اللي هي هاو اولد ار يو، زي ما قلنا ايش بين 9 يار الت، اي ام 9 ييرز اولد. اوكي او ممكن نقول ايش بين 9. نيجي هنا عندنا فريند غروسن، هالو غوز ديش، يعني احنا لو عايزين نسلم على صحابنا عادي ممكن نقول لهم هالو او غوز ديش. وغاغن عايزين نسأل اللي قدامنا، قلنا بنسأل بايه، بفيا فيا او في فيا او في، نقول عايزين نسأل عن الاسم هنقول في هايستو او في او من تكون، فيا بيستو او في الت بيستدو اللي هي للعمر. اول حاجه لما نسال حد في هايست دو هنجاوب نقول ايه، اللي قدامنا هيجاوب يقول ايش عشان بيجاوب بيتكلم عن نفسه، ايش هاي سي كذا. في بيستدو انت مين، هيقول ايش بين، بنجاوب بنفس الفيرب ايش بين كذا. في الت بيستدو عندك كام سنه، هاو اولد ار يو، هيقول ايش بين 11 ايش بين 12 ايش بين 9 اي حاجه. اوكي البعد ده جيش فرابشيدن اللي هو لما بنيجي نسلم على الناس واحنا ماشيين خلاص بنعمل جود باي، يعني ممكن هنقول ايه. عندنا طريقتين تشوس، لو حد احنا بنشوفه كل يوم برضو مش بنتعامل معاه فورمال، صحابنا او حد احنا عارفينه بنشوفه كل يوم هنقوله تشوس، لكن حد المعاملة معاه فورمال هو فلاش كايت يعني بنقول له ايه او فيدا زي او فيدا زي. اوكي هنا خلص ده سيست الف.